فازت منظمة نيهون هيدانكيو اليابانية، وهي حركة شعبية من الناجين من القنبلتين الذريتين في هيروشيما وناجازاكي، بجائزة نوبل للسلام. وعاصر أعضاء المنظمة إلقاء القنبلتين النوويتين الوحيدتين اللتين استخدمتا في الحروب، وكرسوا حياتهم للنضال من أجل عالم بلا أسلحة نووية. قالت لجنة نوبل النرويجية في بيانها إن المنظمة فازت بجائزة السلام لجهودها من أجل عالم خال من الأسلحة النووية، ومن المقرر تسليم الجائزة التي تبلغ قيمتها نحو $1,000,000 في 10 ديسمبر المقبل بالعاصمة النرويجية أوسلو.